يقول من هم الشيوخ الثقات الذين تنصح بهم؟ الحقيقة إذا بدأت بالتعداد سيكون الأمر طويلا، ولكن إذا دخلت إلى جوجل وكتبت المشايخ أو الشيوخ الذين ينصح بهم محمد بن شمس الدين ستجد قائمة طويلة بإذن الله، كلهم يعني ممن نحسبهم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أذكر لك بعض أهل العلم الذين أنصح بهم، مثل الشيخ عبد الكريم الخضير، الشيخ محمد بن محمد المختار، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ صالح العصيمي، الشيخ ماهر الفحل، الشيخ وليد السعيدان. وليد السعيدان هذا عنده مقاطع قصيرة بدأ ينشرها في الفترة الأخيرة، كلها جيدة، وهو يعني من العلماء الذين نثق بهم ونحبهم في الله، ونسأل الله أن يبارك بكم وبسائر علمائنا.